لغتنا اللغة هي لغة عالمية، لغة الموسيقى. احنا لما يعني غير مثلا اللغات الثانية الاعتيادية، لما نقول العربي له قواعده، الانجليش، الفرنسي، احنا في الموسيقى لنا قواعد معينة نفهمها كموسيقيين مع بعض. النوتة الموسيقية ممكن يقرأها الألماني، يقرأها الفرنسي، يقرأها الياباني في نفس الموضوع. يمكن نختلف عن specific details، يعني عند صغيرة اللي هي مثلا الأرباع التون، احنا عندنا أشياء طبعا أجمل كشخصية في أبعاد موسيقية معينة، وكل طبعا شعب لا بس هذه يعني مو معطل، يعني كل شعب له خاصيته، ولكن اتفق بشكل عام على الموسيقى. طبعا الموسيقى الناس يعني هي مكانها ومجالها يعني في كل العالم هي تدرس. يمكن انا احس نفسي محظوظ لان الماده الفنيه اللي انا يعني اقدمها واللي عملتها واللي شجعوني عليها، يعني حتى مثلا مدرسوني السوبرفايزر مالي من اول يعني سنوات الماستر لما كنت هناك حيل تحفز لي، لدرجه اني يعني تم اختياري مع مجموعه من الطلبه المتميزين حتى في هولندا اللي مقابله الملكه رياضه شخصيا، وهذا شيء يعني كان يعني تخيل طالب راح دراسات عليا في بدايه سنواته انه يروح يعني يقابل الملكه ويسلم عليها، وان الطالب متميز وهو جاي مثلا من يعني ميدل ايست مثلا الشرق الاوسط اللي هو اساسا يعني عندهم بالكوريكولوم وضعف المناهج وكذا. فانا اعتقد هي موضوع ان الواحد وحبه للموهبه وحبه لهذا العالم انه يخلي خلاص انه ديفوت يعني هيز تايم على هالموضوع هذا. لما كنت طالب في المعهد انا كنت في ايام الثانويه الموسيقية لأربع سنوات، وأيام فترة العالية اللي هي يعني البكالوريوس هم أربع سنوات. يعني تلمست كل مشاكل المعهد، تلمست لما كنت طالب شنو المعاناة، شنو المدرس السيء، المدرس الجيد، اللي المنهج الضعيف، الرتابة في 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 النظام الدراسي، هذه كلها أنا كنت عايشة. وكنت حتى لما كنت في هولندا الدراسات العليا يعني ما اخفي عليك ان كنت دائما كنت يعني حتى لما وانا قاعد اشرب الكوفي مالي من وراء الجام ساعات اشوف يعني كان لما يكون الجو ممطر ولا جو ثلج او شيء، فقعدت اتخيل، بس كان في سؤال في بالي احنا ليش كذي، يعني ليش مش حسد لهذا العالم، يعني بالعكس انا بس اقول احنا ليش ما يكون عندنا كذي، ليش ما يكون عندنا منهجيه صحيحه، ليش ما يكون عندنا هاي بيرفورمانس، موسيقيين عاليين الاداء، ليش ما عندنا كومبوزرز مؤلفين حقيقيين العالم كله يعني يتاثر فيهم ويسمعهم. فهذه كلها اسئله في البال، بس وقتها ما كنت تقدر تغيرين، يعني انت تصدمين في القوانين، تصدمين في الامر هذا كله. حاولت انا يعني تدريجيا لما كنت رئيس قسم حاولت اغير اول ما عملت موضوع المناهج، نفس ما قلت أنا المناهج هي طبعاً من أساس الشيء، والحمد لله قدرت إن كان أطلع طلبة وعمل لهم بروجكتات ومشاريع كانت رائعة، ولقيت يعني شيء حلو إني يعني إنه يطلع يعني نبت جميل عندنا. فتطور هذا الموضوع اللي أول شيء تفرغت لقسمي لأن أنا كنت مسؤول عن القسم، وطبعاً حاولت حتى في مجلس الإدارة أن أحط اقتراحات وأشياء أنا يعني ترفع من مستوى يعني اللي من وجهة نظري واللي أنا شفته، التجربة اللي أنا عشتها، يعني أنا ست سنوات أو سبع سنوات هاي تجربة عشتها، ودي إني يعني أنقلها، يعني أنقلها كان للمسؤولين طبعاً في قناعة المسؤول في نفس ما قلت لك إنه يقتنع أو لا يقتنع، إلى أن وضعت في موضوع المسؤولية اللي هي يعني العمادة. فالعمادة هذا يعني حطتني أمام اللي كنت انا شيء انتقده او الشيء اللي انا اقول هل تستطيع ان تنفذ، يعني هذا كان المحك في الموضوع اللي موجود في خلينا اقول رتابه الطريقه الدراسيه عندنا في المناهج القديمه، في موضوع الهيئه التدريسيه، في الفروق الفرديه، انت امام اشياء تحديات كبيره. فاول ما عملت عليه هو تشكيل لجان
لتقييم المناهج، وكلمة تقييم لازم واحد يكون يعني حذر عند كلمة تقييم، لأن يعني في ناس يفسر موضوع التغيير أو كذا، ولازم فلازم أي منهج ممكن يكون منهج صحيح، يعني لازم يعني تكون في نوع من يعني نوع من من الحذر في هذا الموضوع. الحمد لله يعني الأقسام العلمية كانوا رأس الأقسام متعاونين في هذا الشيء، وصار في موضوع بحث وتنقيب وإرشاد أكاديمي، وبين أول شيء كان بين الدول العربية، لأن كنت أطمح نفس شلون أن الأوروبيين، فأول مهرجان أنا يعني كنت يعني مسؤول عنه هني، هو تحول حتى المؤتمر بعنوان أنه يعني حاول نقعد ورقة عمل عملته في موضوع أن المناهج العربية، لأن هو ليش الأجانب الأوروبيين طبعا في توحد، إحنا في معاناة يعني ساعات إن واحد طالب من مصر يأتي بهني مثلا يقبلونه في السنة وهو متقدم، طالب كويتي يروح في 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 دولة عربية ثانية بالأردن أو مصر يعني يأخرونه سنة بحكم يعني بحكم المعدلات وأشياء، فليش ما نتفاهم إحنا كدول عربية ونشوف شنو، وتم النقاش عندنا يعني كل العالم العربي يتوحد أسوة في القارات الأخرى والدول الثانية، فلله يعني الحمد إن يعني قدرنا نوصل، قدرنا نعمل يعني بروتوكولات تعاون ومع الكل يعني أكاديمية الفنون في مصر والكليات الثانية يعني جامعة عين شمس وكل، وفي تعاون يعني كبير الحمد لله، وقدرنا نوصل شوي شوي للطرق. تعرفين العوائق دائما يعني صعبة، وكل مؤسسة لها يعني البيروقراطية والطريقة اللي قاعد تعمل فيها. المناهج الحمد لله هني بالكويت يعني شبه الحمد لله يعني صار في تغيير كبير على موضوعهم، وصارت يعني مؤاتية أو يعني مقاربة لما هو موجود يعني في الدول الأوروبية، وقاعدين نعمل إلى الآن على هذا الشيء. هذا شيء صعب، ما هو بيوم وليلة عمله، وعندنا نعمل نظام الساعات الدراسية المعتمدة اللي تعمل فيها كل القارة الشغلية تقريبا الأوروبية والقارة الآسيوية بعد، فإحنا كنا شوية كان نظامنا نظام سنة دراسية، والآن الحمد لله وضعنا الخطط، وضعنا المقترحات، قعدنا مع المؤسسات المماثلة هني في جامعة الكويت والتطبيقي وحتى في الدول العربية، اللي إن شاء الله يعني إدخال نظام جديد، نظام يقوم على حرية اختيار الطالب، يعني نظام يعني يتوافق مع مبدأ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنه هو يعني يحرص على تطوير الذاتي للإنسان. لازم نفرق في موضوع الموسيقى، حتى في المجتمعات الأوروبية مش كل المجتمع مهيئ لموضوع أن تذوق الموسيقى، حتى باللايف ستايل نفسه يعني بالحياة مو كل أحد مهيئ أن يكون مثلا على ثقافة عالية. هي تعتبر يعني حتى هنا لما نشوف مثلا إحنا في عالمنا العربي مش كل واحد مثلا يعني قارئ مثلا لطه حسين أو عباس محمود العقاد أو نجيب محفوظ أو توفيق الحكيم، يعني في ناس عاديين بس يعني يقرأ الجريدة بشكل عام. هذا بالنسبة الفنون، يعني الفنون بشكل عام يعني هي يعني تحتاج ليش وزارة الثقافة تحتاج حتى يعني توصيل للمجتمع، تكون واصل للمجتمع بشكل يعني أكبر. بالنسبة للمادة الفنية احنا طبعا ليش مو كل ساعات ان المجتمع لما يسمع فيقول هذه مثلا يعني ما توافق الذوق العام اللي موجود، لان هي موسيقى اذواق، والموسيقى يعني في في
في المجتمعات المتقدمة أيضا في مجتمع يعني غير يعني مهيئ مثلا للفنون الحديثة. فالمادة الفنية اللي قدمها أنا هي مادة مثلا الموسيقى العالمية متأثرة في المدارس العالمية الحمد لله. أنا يعني أول شيء اللي لقيت قبول هناك بداية كانت مع طلبة نفسهم، يعني الطالب مثلا يقدم، يعني خلي الطالب الفايولين مثلا يقدم يعني عمل العصر الباروك والعصر الكلاسيك والرومانتيك والنيو ايج، يعني المؤلفين يعني موجودين على بالحياة وكذي وكذا. فأول ما عملت المقطوعات يعني البسيطة خلينا نقول عملت ديابلس الميوزيك هذا مقطوع حق الكمان لقيت قبول. يعني أنا هذا المادة الفنية اللي صراحة الشيء أسعدني، أنا ما كنت أتوقع أني أروح هناك كمؤلف، أنا كنت أنا رايح لطالب بس علم مني أخذ علم منهم، بس ما كنت أتوقع أن المادة الفنية راح تقابل في هذا. فيعني كان عجبتها واحدة اسمها ميلي أودينس في كونسيرفاتوار معين، واحدة اسمها جاكي في كونسيرفاتوار، فصارت مثلا روتردام كونسيرفاتوار عزف المقطوعة وهذه، فصارت المقطوعة مالتي أنا يعني سعدت أنها تعزف يعني في كونسيرفاتوارات وعالمية. وفي بلجيكا عملت نفس الشيء سترينج كوارتيت، هم نعمل في بلجيكا وفي فرنسا، في من أهم المهرجانات في فرنسا شلون عندنا مهرجان غرين، عندهم مهرجان عند مهم في وأبر البستيل، ويعني وخذت شوي حتى الموسيقات اللي عملها عندي ديوان مقطوع حق الأوركسترا، الأوركسترا عملت هم يعني صدى حلو هناك. في المجتمع الأكاديمي الموسيقي يعني الحمد لله أنه يعني أن مادتي الفنية يعني لقت قبول من الجيل الجديد أو الجيل الحالي، وهذا شيء أسعدني طبعا وعطاني روح مليان أكثر يعني في المسؤولية أني أقدم وأعطي. لما رجعت الكويت طبعا المادة مختلفة، أنا اللي أسويه يعني محاكي لما هو مثلا للعالمية، ولكن طبعا بشرقيتي بإحساسي هم العربي موجود. طبعا الأشياء اللي أنا عملتها تشرفت طبعا في مكتب الشهيد أن أتعامل معاي على موضوع في أوبرا ديرة، كانت الديوان الأميري وشرف طبعا لي أنه كانت تحت رعاية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وهذا يعني حيل سعدني أني أنا مو بس هناك هم هني طبعا حصلت يعني رعاية ودعم. وكان رحمة الله عليه الشيخ ناصر صباح الأحمد من الناس اللي كرموني وناداني عنده، وهذا شيء أسعدني إن الواحد في بلده إنه يعني يقدر، وإن المادة الفنية أيضا بعد إن كأوبرا. وطبعا الأوبرا إحنا في شخصيتنا تختلف، يعني الأوبرا الفرنسية بس بدي أقول إنه تختلف عن الأوبرا الروسية مثلا، وفي اختلاف كلي مثلا، يعني مثلا الأوبرا الفرنسية إلى عناصر في باليه، في ميزات، في شخصية. إحنا كالأوبرا العربية حتى بالغير الأوفونيوم اللفظي، حتى بالمقامات، حتى بالأسلوب الموسيقي. فأنا كنت يعني متخوف لأن الجمهور يعني صدماته في موضوع أن تلقي فن الأوبرا، بس لله الحمد لقيت يعني إيجابية جدا حالية. الثلاث أيام اللي عرضت في مسرح جامعة الخالدية فكانت كلها يعني فل، والناس عطم رياكشن وايد حلو. أنا أستاذي ويليام ييتس هو طبعا يعتبر من أهم المؤلفين في هولندا، وهذا يعني أنا من الناس اللي كنت فخور أنه هو السوبرفايزر مالي، وهو الشخص اللي يعني اللي دائما. طبعا قبل هذا عشان لا أنكر عندنا أستاذي بالتأليف الموسيقي الدكتور عبد الله المصري، طبعا هذا يمكن اللي كثير شجعني، يمكن هو من يعني اللي أسسني بشكل أني أقدر أروح أدرس برا. يمكن من غيره كانت صعوبات كبيرة اللي عرفت الستايلات وعرفت التدريس. وفي رحمة الله عليه دكتور مدحت بينا، هذا من الدكاترة اللي يعني أعتز فيهم واللي يعني أعطى الكثير. في ناس يعني عطم الواحد ما قدر يعني ينساهم، هذا عندنا طبعا من المستوى العالمي أو مستوى خلينا أقول الويل نون هو المشهور. درست على يدين طبعا ويليام ييتس، هذا مؤلف عالمي، وهو كان سوبرفايزر مالي وكنت فخور بهالشيء هذا. طبعا هناك عندهم عرف دائما ان المؤلف
الموسيقي اللي يجب أن يدرس عند مؤلفين آخرين ومشهورين. يعني على سبيل المثال لما سيرة بيتهوفن مثلا، بيتهوفن كان راح عند موزارت بس ما كان فاضي، فراح عند هايدن مثلا، فكان هايدن هو هذا لازم العرفاء يعني قديم جدا في أوروبا، لازم يحرص على أي يعني قسم التأليف أو المؤلفين لازم أنه يأخذون عن الناس عند مشهورين. طبعا أنا يعني غير أن السوبرفايزر مالي اللي أنا تعلمت عليه لأنه لا أوبرات لا دعم كثير، هو من رشحني أيضا لموضوع الملكة، فهو كان يعني هو معروف. فنفس الشيء هم تم ترشيحي حق مؤلفين آخرين مثل شتوكهاوزن في ألمانيا، وما في مرجع في القرن العشرين إلا يتكلم عن هذا، فأنا فخور يمكن من آخر الناس اللي درست على يدين، يعني ما كان أستاذي المباشر ولكن خذيت على عنده يعني حصص وسيمينارز وخذيت عنده يعني كورسات كبيرة كثيرة، وهذا كان جزء من الدراسة عندنا. درست على رودريك دومان، هو الموسيقى أيضا المعاصرة، يعني هو جمع بين الموسيقى الأكوستيك والإلكترونيك ميوزك، هم كان هذا شيء في التخصص يعني استفدت منه كثير، وكثيرين صراحة يعني اللي احتكيت فيهم هناك واللي التقيت فيهم المؤلفين ويعني موسيقيين. الحلو في موهبتنا انها مستمره، يعني مش انه واحد ريتاير او يوقف او انه خلاص انه يعني يتقاعد، لا يعني بالذات عالم التاليف ولو مثلا يعني اللي يختلف عن العزف ان الواحد يعني يكبر بالسن او يشيخ او وحده صوتها مثلا تكبر بالله، لا احنا بالموهبه الموسيقيه بالتاليف انه يعيش معك. يعني كبار المؤلفين حتى على اخر ايامهم هم في انتاج يعني مذهل يعني للعالم. انا استشهد في جورجو ليجيتي مثلا، ليجيتي العالم كله تكلم عنه في حتى في الثمانينات من عمره وكذا. فهذا الجميل في 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 موضوع الموهبه اللي انا امارسها التاليف الموسيقي. ما اعرف وين يعني ودي، طموح كبير اكيد، ودي اكون يعني ودي اكون يعني راسم على قولتهم للبسمه في للمجتمع للاجيال، اللي ودي اقدم شيء حلو يعني اسوه بما قدم على التاريخ البشري، الواحد انه يطمح انه يقدم شيء حلو، وهذا هو داخل الحقيقي الموسيقي او الفنان نش، وانه وده يسعد الناس وده يقدم اشياء يعني حلوه لمجتمعه. طبعا طموحي بالنسبه للمعهد ودي اكون او 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 لل المستوى الموسيقي في 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 عالمنا الحالي بالكويت هنا والعالم العربي، ودي طبعا يكون ان يعني إن نوفر البيئه الحاضنه للفنان، يعني هذا شيء مهم ان الفنان او الطالب يحس انه داخل مكان في ابداع في ثقافه في فكر في يعني في اشياء يقدر هو يعني يكمل فيها يكمل معاها. اصعب مواقف يعني واجه الإنسان هي طبعاً فقدان من يحب، يعني هذا أكيد من أصعب المواقف. عشان كذي قلت جانب الفنون هي بلسم أو هي يعني معالجة لجراح الإنسان، أو إنه يعني تعطيه نوع من الأمل وتعطيه نوع من الاستمرارية. فالفن بشكل عام يعني كذي هي موجود لمحاربة القلق اللي هو عرف في 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 عالم الطب وهو الأخطر الأمراض وأخطر الأشياء، فهي هي المتصدي لهذا القلق. فيمكن أصعب المواقف الأكيد اللي مرت علي يعني فقدان والدتي الله يرحمها، هذا من الأشياء اللي يعني كان صعب، لأنها كانت هي يعني دورها. أنا يعني عرفت موضوع إنه يعني أنا كنت طبعا من النوع اللي أحترم جدا المرأة من صغري، يعني وأعرف إن المرأة هذه شيء يعني جميل وهي هي هي الأم وهي الحاضنة وهي الكذا، بس بعد فقدان المرحوم الله يرحمها عرفت إنه شيء يعني مو طبيعي، فتغيرت حتى نظرتي حتى لنساء العالم، يعني أنظر لهم نظرة يعني شيء كبير أمانة. يعني هذا اللي موجودة عندها العطف والحنية والحنان وبناء، هي بانية يعني باني الإنسان من كان يعني صغير، طبعاً من كان في 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 المهد أو خلينا نقول هذا
الى ما الى ان يشيخ يعني، على بعض طبعا الفلاسفه بعض يقول انسان يشيب عندما تموت امه بس انه او يشيخ عندما نفس الشيء. وكذلك الاب بعد، الاب يعني دوره جدا كبير. انا والدي كان جدا داعمني، كان يعني كان شخصيه عظيمه، شخصيه قويه، فكنت استمد من هذا هذه القوه رحمه الله عليه. تعلمت منه الكثير يعني. ف يعني هذه أشياء صعبة في حياتنا، فقدان إنه يعني أشخاص أنت تحبينهم أو ناس يعني أنت تحبهم وتكونون معاك، وهذه ويمكن هذه من فلسفة الحياة يعني، إنه هو التعامل مع 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 القدر ومع بشكل آخر. بالنسبة لإخواني صناع الإرادة، طبعاً رسالتي أن ما يوقفكم شيء، رسالتي ان 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 بالعكس هذا الامر قد يكون شيء في خير لكم. يمكن ان الاقدار تعد لكم مستقبل مختلف، فعليكم بالتعامل مع هذا الامر وبشكل ايجابي، بشكل يعني طموحكم ما لازم يوقف عند حد، بالعكس ان انتم المثل الاعلى للتحدي والصبر. انتم الانسان اليائس دائما، اللي يائس من الحياه هو اول شيء ينظر لكم انتم، يشوفكم انتم من اصحاب الهدف، فيقول هذا شلون يعني بنى القوه وبنى يعني عنده بنى الاراده، شلون اخذ اراده. حتى المريض ترى يطالعكم انتم، فانتم مثل اعلى، فحافظوا على هذا الشيء واثبتوا للناس واثبتوا للعالم انكم قادرين على 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 التغيير، وانتم ناس يعني في التاريخ البشري يعني الواحد مهما يتكلم عن ذوي الإعاقة، يعني مهما يتكلم عن يعني منهم مثلا وزير الدفاع الألماني مثلا في أعلى المناطق، روزفلت مثلا في الولايات المتحدة كان رئيس دولة، فمهما كان حواليكم محبط يعني ومهما أن حاولوا أن أنتم ناس يعني غير قادرين، لا أنتم تستطيعون وتغيرون، والدليل أن أنتم تميزكم في كل يعني المجتمعات، مجتمعاتكم ناس متميزين، فهذا الشيء يعني يجب انه ما يوقف. انا ادري اقول ان ساعات الانسان يمر في مراحل، يمر في مراحل ضعف، يمر في كذا، بس لازم تعرف ان هذا الشيء المفروض انه يكون لك يعني حافز، وانك انت قدوه، فلا تجعل من على قولتهم من هذه القدوه مجال للتردد.